طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول موضوع ندوة الميثاق الوطني العراقي في أربيل اليوم، والتي كانت بعنوان الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. كل الطبقة السياسية، كل الطبقة السياسية، راح أعيدها المرة الثالثة، كل الطبقة السياسية وأنا في مقدمتهم. كنا مرتبين وضعنا ووضع عوائلنا، وإذا صار ذنب بالشارع ابن الخايبة راح يدفع الثمن. الطبقة السياسية راح يدفع الثمن. كنا نريد نتقاسم الامتيازات، وتقاسمنا الكعكة، وكل واحد أخذ كيكته وفرح بيها، وعقود ومناقصات وكوميشنات، واستفادينا، كنا استفادينا. أنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية، وأنا منهم، ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. أنت منهم؟ وأنا منهم. أنت منهم؟ وأنا منهم. من يدير الفساد؟ ها؟ من يدير الفساد؟ كلنا، كل واحد بينا عنده دور في الفساد. كلكم؟ كلنا. من وعد مختلف؟ كلنا مختلف. وأنا في مقدمتهم. وأنا منهم. وتقاسمنا الكعكة واستفادينا، كنا استفادينا. كل لابس عقار ولابس عمامة وفندي، كلنا فاسدين. برلمان وحكومة كلها فاسدة. نادر المو فاسد، جبان ما يقدر يروح الكل. كلنا نبوك، كلنا ناخذ رشوة. ويقول لك أنا ما آخذ مهما على شأنه يكتب. إحنا مجتمع صار عندنا الفساد مو عيب. أهلا بكم من جديد. عقد الميثاق الوطني العراقي ندوته الموسومة الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي في أربيل اليوم، والتي أكد فيها على أن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقت حساس ومفصلي من تاريخ العراق المعاصر، ولا سيما بعد الأزمة الأخيرة للعملية السياسية التي تثبت صحة توجهات ومواقف الميثاق. ناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من الكتاب والشخصيات العراقية الآثار الخطيرة للطائفية ودورها في تشويه وتهشيم روابط المجتمع العراقي. شدد الميثاق الوطني العراقي على وجوب بلورة منهجية راسخة في رفع الآثار التدميرية الطائفية التي سعت جهات ودول إقليمية إلى زرعها داخل المجتمع العراقي، ولتحقيق غايات أساسية في إضعاف المجتمع العراقي وشحن الشارع نحو الكراهية والعنصرية. وأكد عضو لجنة الميثاق الوطني العراقي يحيى السنبل أن النظام السياسي هو الراعي للطائفية، فيما أوضح عضو مجلس العشائر العراقية عبد الغني شهاب أن القائمين على هذه الندوة يسعون إلى تعزيز بناء المجتمع العراقي ومعالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الطائفية. دعونا نتابع جانبا مما جاء في ندوة الميثاق الوطني العراقي اليوم في أربيل. الطائفية أرض الخصمة لتبذر بذور الفتنة وتترعرع إلا في ظل أحزاب نشأت على أسس دينية ومذهبية، لتتذرع بأوهام حماية الدين والمذهب، لتحقيق أجندة مدعومة بأيدي غادرة وخبيثة خارجية تسعى للسيطرة على مقدرات البلاد. إننا نضع الخطوات الأولى أيها الإخوة والأخوات في هذه الندوة المباركة لنعزز الثقة المطلقة بين كل مكونات مجتمعنا. فالعراق للعراقيين بكل أديانهم ومذاهبهم. يسعى القائمون على هذه الندوة إلى تعزيز بناء المجتمع العراقي والتصدي للآثار الكارثية التي نتجت عن الطائفية وعلى جميع المستويات، وإعادة رسم المشتركات الكبيرة بين أبناء الشعب
والعمل على بلورة منهجية راسخة في رفع الآثار الناتجة عن هذا السلوك الطائفي الدخيل على مجتمعنا، والتي سعت جهات دولية وإقليمية على زرعها داخل المجتمع العراقي وبشتى الطرق والوسائل، وكان الهدف هو إضعاف وحدة هذا الشعب ودفعه نحو الحروب الأهلية والاقتتال لا سامح الله. ومن هنا أيها الأخوة ندعو جميع الفعاليات المجتمعية والقوى الوطنية الرافضة لهذا السلوك لتبذل كل طاقاتها لمواجهة هذا التحدي الخطير والعمل على إظهار الصورة الحقيقية لمكونات هذا البلد. نعم، معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، كما ذكرنا بأن الميثاق الوطني العراقي عقد اليوم ندوة في أربيل وكانت بعنوان الطائفية وأثارها التدميرية في المجتمع العراقي. يعني أكد القائمون على هذه الندوة بأن الطائفية هي دخيلة وهي من صناعة الاحتلال ومن صناعة من جاء مع الاحتلال من الأحزاب، وهناك تأكيدات من نفس هذه الأحزاب ومن نفس السياسيين بأنهم اعتاشوا على هذه الطائفية. يعني الطائفية اليوم لله الحمد يعني تراجعت بشكل كبير في الشارع العراقي، وعى المواطن العراقي ما هدف له الذي جاء في العملية السياسية والذي اعتاش على هذه الطائفية. وكانت هناك يعني نقلات مفصلية مثل ثورة تشرين، كانت نقلة مفصلية بدحر دعاة الطائفية في العراق. في البداية، كيف ترى هذه الندوة وتحرك الميثاق الوطني العراقي لتثقيف المجتمع العراقي ولزيادة الوعي بخطورة هذه الآفة وبخطورة من يعتاش من السياسيين على هذه الآفة والخطاب الطائفي في العراق؟ تفضل صباح، مرحبا بك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهيك ندوات وهيك مؤتمرات احنا كعراقيين نفرح بيها، من نشوف احنا هذا المؤتمر يعني ضد الطائفية ويدعو لوحدة الصف، وان الشارع العراقي سواء كل أطيافه، نعم، السنة والشيعة والأكراد وحتى المسيح وكل الموجودين في العراق يعيشون انهم يعني احنا هذا بلدنا واحد، وان الطائفية ضدها. وحتى المؤتمر والله يبارك باللي عاملين عليه ان 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 ان, ان كل قراراته وحكه مواضيع وطنية، لا حكه بتجزئة ولا حكه بتشخيص طائفة ولا غيره، بالعكس هو هذا كله انتقاد للحكومة، الحكومات المتعاقبة اللي جت على ظهور الدبابات اللي هم أسسهم الطائفية. ان هذا الميثاق ان ضد الطائفية اللي هم جمعوا عليها، واحنا نعرف من اللي أسس الطائفية من زمن القتل والتفجيرات المفتعلة اللي تنتسب للقاعدة، وهي اللي سووها منظمة بدر وحزب الدعوة في سبيل يخلون الفكر المواطن العراقي ان ذولي سنة، ويجون جيش المهدي وغيره ويقتلون بأبناء سنة، وان يخلون عبالهم الناس تبقى بهذا العقل ان الشعب يتقاتل بيناتنا. هو ماكو صراع بين الشعب، هو صراع سياسة بين امريكا وايران والاحزاب اللي اجت لحكمة البلد مثل حزب الدعوة والحزب الاسلامي وغيرهم ونوز، والناس ذول اللي هم عايشين على الطائفية يعرفون اذا استقر الوضع العراق وتحاسب الفاسدين وانطردم كل هاي الاحزاب انهم ما يصلحون للحكم، ان الشعب العراقي شعب واحد وشعب جبار، يعني شعب يعني لو قارنا اخي صباح، لو قارنا بين العام 2006 و2007 تلك الايام نسأل الله أن ما يرجعها على العراقيين، وبين الآن، يعني هناك اختلاف كبير، هناك وعي لدى المواطن العراقي من هذا الخطاب السياسي الطائفي الذي اعتاد عليه، وأصبحت يعني بضاعة وسلعة بالية. دكتور عمر، أنا بنظري يعني الشخصي بعد ثورة تشرين المباركة، الشارع العراقي سواء بالجنوب أو بالشمال افتهم ووعى للسياسة المقيتة اللي عايشين عليها هذول الناس الفاسدين، وعرفهم ان احنا شعب واحد واخوان سنة وشيعة، وان الناس المجرمين من حزب الدعوة وبدر والميليشيات والناس اللي عندهم ولاءات الى ايران هم اللي جاي يقتلون، لان صارت النيران اسلحتهم موجهة في صدور ثوار تشرين، وعرفهم
ثوار تشرين والشهداء اللي عددهم اكثر من 1000 عرفوا من اللي جاي يقتل، سواء القبعات الزرق او حزب الله او العصائب. وشوف هاي التصفيات الاخيره بيناتهم، يعني فالشارع الجنوبي وعى وعرف ان القاتل هو واحد، هو يقتل بالشيعي ويقتل بالسني الابرياء. فهذه السلاح المنفلت اللي تمتلك الحكومة وكل الرئاسات الثلاثة يعرفون من وراء هاي الاغتيالات الموجودة على ثوار تشرين والخطف وغيره وهاي الأمور الإرهابية اللي صارت، يعرفون من وراها وراء هيئة الحشد وفصائلهم اللي يسموها جهادية، هي كلها مو جهادية، هي جاي تنفذ أجندات الإيران. وإحنا نعرف، لكن يعني نحمد طبعا الله الميليشيات هي سبقت تأسيس الحشد وكان لها وجود يعني منذ دخول الغزو والاحتلال الأمريكي، وجاءوا معهم وتأسست وتكاثرت أكثر. يعني هناك ميليشيات جاءت من إيران ويعني لعبت على الوتر الطائفي، وبعد تفجير يعني سامراء في 2006 ازداد الاحتقان الطائفي. هي ميليشيات قبل تأسيس الحشد. نعم مثل حزب الله والجيش المهدي وبدر والنجباء وغير هذول من حزب الدعوة اللي تابعين إلى حزب الدعوة، وميليشيا اللي يمتلكها عمار الحكيم وغيرها، هذول كلها قبل ما تجي فتوى المرجعية بتشكيل هيئة الحشد وخلولها قانون، سنولها قانون يوالمها ولها حصانة هاي هيئة الحشد. وكل الميليشيات اللي قبل الحشد موجودة أساسا كانت تقاتل مع إيران من بدر وغيرها والخارجين عن القانون، كانت بذيك الفترة قبل 2003 كانوا مع النظام الإيراني بالضد من شعبهم، هم كلهم ميليشيات ذولي، وكلهم جايين بأحقاد وجايين ينتقمون، لا جاي يبنون ولا يعمرون مصنع ولا يبنون فتشي إنجاز لهم. والدليل 19 سنة فاشلين بالحكم، ما عندهم أي إنجاز يذكر سوى القتل والخطف والمخدرات اللي عايشين عليها وسرقة النفط ويبيعونه ولهم. أما هاي الميليشيات هي تاريخها أسود، تاريخها من الثمانينات يشتغلون، وحتى جيش المهدي اللي يمتلك مقتدى الصدر وسرايا السلام والقبعات الزرق وكل الميليشيات العصائب خرجت من عباته، وهو يتحمل وزر كل شخص قتله ظلم، اللي اسمه عمر واللي اسمه بكر واللي اسمه عثمان. احنا ما ننسى ال 2006 وان شاء الله ما تنعاد، لكن هذول هسه الان مع الاسف هم اللي جاي يحكمون ويحجون باسم وطني وهم خالين عن الوطنيه، وشوفهم هسه شلون جاي يتخبطون والاغتيالات بيناتهم وما حد يقدر يحاسبهم، لا قانون لا الرئاسات الثلاثه تقدر عليهم، لا وزير دفاع لا وزير داخليه، ما حد يقدر عليهم، هم الدوله هسه. شكرا لك صباح بغداد، كان معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، يعني ندوة الميثاق الوطني العراقي والتي تؤكد على بأن العراق للعراقيين بكل قومياتهم وبكل مذاهبهم، يعني ربما نستطيع الرجوع إلى بداية سنوات الاحتلال وتأسيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق، والذي كان يعني قائما على بالتوزيع على الطائفية، لهذا المذهب أو لهذه الطائفة مقاعد، ولذلك لتلك الطائفة أو المذهب مقاعد أقل أو أكثر، فتأسست الطائفية وهي موجودة أصلا في أفكار وفي أيديولوجيات الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي في العراق. كيف ترى ندوة الميثاق الوطني العراقي اليوم التي عقدت في أربيل والتي يعني جاءت بعنوان الطائفية وأثارها التدميرية على المجتمع العراقي، وكذلك يعني كانت هناك نظرة إيجابية تستمد من الواقع في العراق خاصة بعد ثورة تشرين؟ تفضل عبد الرزاق من بابل. انقطع اتصال مع عبد الرزاق من بابل، كان معنا أبو عمر من بغداد. أبو عمر، كيف ترى ندوة الميثاق الوطني العراقي الطائفية وأثارها التدميرية في المجتمع العراقي، وأكد الميثاق بأن العراق للعراقيين بكل مذاهبهم بكل قومياتهم؟ تفضل أبو عمر. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. نعم. وتحية حب واحترام لجميع الأشخاص اللي من مفكرين. نعم. من أطباء اللي اجتمعوا الميثاق الوطني في أربيل، ألف تحية لهم بهذه المواضيع وبهذه الحب الوطنية اللي هي صحيحة
من أجل العراقيين ومن أجل كافة المجتمع العراقي يتكلمون، لا من طائفة جهة واحدة، بل كل الطوائف حبهم للعراق ولا هم لوطنهم ولا هم لكافة مجتمعنا. فألف تحية للميثاق الوطني. نعم زين أبو عمر. نعم أبو عمر، يعني الندوة يعني كانت تحث على التعايش السلمي، نبذ الإرهاب والطائفية في العراق. كنا نعرف أنه العراق عانى ما عانى من الإرهاب ومن الطائفية في السنوات الماضية، ويتحمل تتحمل العملية السياسية بشخوصها وباعترافهم بأنهم هم من أججوا الطائفية، هم من يعني سمحوا للإرهاب بأن ينتشر في العراق. هل يعني أليس اليوم الطائفية أصبحت بعيدة جدا عن المجتمع العراقي؟ نتحدث عن المجتمع العراقي الواعي في هذا البلد، خاصة بأن ثورة تشرين جاءت تتوج وصول الوعي العراقي إلى مرحلة متقدمة بنبذ الطائفية. أستاذ عمر، بالنسبة للعراق من 2003 ولحد الآن، أرادت هاي الحكومات المتعاقبة وما سلطة الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن، هذه قيادات الزعماء مثل قيادات منظمة بدر ومنقول مالكي والمجلس الأعلى، كل هؤلاء كانوا يعني كانوا يسمون نفسهم معارضة. هذول الناس اللي جوا من إيران وتدربوا بإشراف قاسم سليماني واندفاعهم للعراق، هاي المؤامرة اللي أرادوا يحاولون يعني تدمير العراق، يعني تدمير كلي بناسه وأهله وشعبه. فهاي الأحزاب سلطة الأحزاب نعرفهم، قتلوا شبابنا في البداية وقتلوا ناس عديدين من الطيارين من الضباط من الناس اللي بريئة من دكاترة كتلتهم، فمكتفت بهذا القتل وحاولت مدة القتل مالتهم اللي هم محافظات المنتفضة الستة اللي انتفضت عليهم واللي يعني دمروا محافظات كل العراق يعرف الرمادي بالناس فاللوجة بالجالة بالتعمرة وكل هاي المناطق من هذه الميليشيات. يعني وكان في وقتها أبو عمر، يعني كنا نتذكر بأن الخطاب الطائفي من قبل يعني في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أدى إلى احتلال داعش للكثير من المحافظات العراقية، ودفع المواطن العراقي ثمن هذه السياسة الطائفية التي انتهجها نوري المالكي في ذلك الوقت. نعم قد نتذكر احنا، يعني قلت لك المالكي ومنظمه بدر كل هاي الاحزاب اللي دمروا العراق، يعني ما ننسى خطابات المالكي من رد على اهلنا وناسنا من الرمادي، قال لهم انهوا قبل ان تنهوا، هذه معناته الشعب بيكمل انهوا، هذه لولا الطائفيه اللي جاء بها الاحزاب المالكي واتباعه لما يقولون عن هذا كلام لابناء شعب عراقي، شافوا الويلات شافوا المطاعم شافوا كل الامور معاناه الحياه اللي تمر، ومدت هاي الثوره ونهوا لحد الان متواصل ميليشيات الحشد قياداتهم بمناطق محافظات كثيره، يعني منها الرمادي دياله، النزوع والتهجير اللي قاعد يصير عندنا بالمحافظات، ولحد الان متواصل هاي الاحزاب ومتواصل يحاولون ان الطائفيه يعني الطائفيه ابو عمر التي يعني جاءت مع الاحتلال بشخوص هذه الاحزاب منذ العام 2003 ولغايه الان، برأيك وأنت من بغداد، يعني دفع المواطن العراقي الكثير يعني على المستوى المجتمعي على مستوى البناء يعني على المستوى الخدمي، حتى بأن من ادعى بأنه يمثل هذا المذهب أو ذاك لم يقدم شيئا لأهله، لم يقدم لمحافظاته، وهو يدعي طبعا وهو لا يمثل، حتى وإن احتكمنا إلى الانتخابات فكانت الانتخابات دائما تأتي ب يعني أعداد مشاركة قليلة جدا. أكيد أستاذ عمر، لأن كل اللي إجى مع الاحتلال وعلى الدبابات ناس هم يعني كلهم يعني نقدر نقول عليهم ناس إنه الشعب العراقي فيه لما ما زال كافه ناس حرامية وناس قتلة وناس سفاحين دفاع.
فبينت يعني كل من عندهم اعترف باعترافاتهم انه تقاسمنا الشركه ونحن كنا سارقون ونحن كنا كذا وكذا فعلنا وكنا يعني كل هاي الامور باعترافاتهم اللي نطلع نشوفها على التلفزيون واللي من قبل شاشاتهم من قبل الاعلاميين اللي يقول فشلنا المالك يقول فشلنا العامل كذلك كلهم هم باعترافاتهم مع العلماء نعم فباعترافاتهم فشلهم وتدمير هذا الشعب العراقي ولكن بنفس الوقت يصرون على يعني المشاركه في هذه العمليه السياسيه ويقومون يعني بالترشيح للمناصب. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كنت معنا. طبعا أكد عدد من المشاركين في الندوة بأن العراق بالذات استهدف بالمشروع الطائفي بمخططات دولية وإقليمية لضمان السيطرة عليه وإضعاف دوره الفاعل، وذلك لأن تعافي العراق ونهضته يفشل كل المخططات الرامية إلى تفتيت المنطقة. دعونا نتابع جانبا من كلمات أو بعض المشاركين كلمات بعض المشاركين في ندوة الميثاق الوطني العراقي التي عقدت اليوم في أربيل، فلنتابع. الطائفية هي آخر خط استخدمته القوى المعادية للعراق ولمكانة العراق في المنطقة بعد أن كلت من محاولاتها لتفتيت المجتمع العراقي وإضعاف تأثيرها في المنطقة وفي المجتمع العربي والمجتمع الدولي. مع الأسف ثقافة الطائفية ثقافة مستوردة ودمرت كل 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 أصول وروابط الشعب العراقي التي أدت إلى مع الأسف مع كل الأسف إلى تدمير المجتمع العراقي ما لم تستطع الحروب والأمراض والحصارات أن تدمرها وتحققها. وترسخت الطائفية في كل مرافق الدولة وفي كل مرافق المجتمع المدني سواء كانت أو حتى مرافق الحكومية. نعم. طبعا الشيخ الدكتور يحيى السنبل وهو عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي قال تعرض النسيج الاجتماعي العراقي إلى غدر وتآمر على مر العصور وعبثت به أياد خبيثة للنيل منه لمحاولة تمزيقه تحت ادعاءات باطلة وفاسدة معبرة عن حقد دفين ونفوس مأزومة كما قال في تبعيتها لقوى تسعى لبسط نفوذها وتركيع هذا الشعب الأبي وما أن تدور عجلة الحياة ويتنبه العراقيون تتضح الصورة جليا للعيان بأن هذه الأيادي المجرمة إنما سعت لتحقيق أجندات شريرة وقد وجدت من أصحاب النفوس الضعيفة والهزيلة من يساندها لتحقيق أغراضها على حساب الوحدة الوطنية السامية. كذلك جاء في الندوة بأن بناء نظام سياسي على أسس طائفية هو المهدد الأكبر للهوية الوطنية الطائفية، مرض عضال يعمل على هدم الأركان البنيوية للمجتمع من خلال إثارة النعرات المذهبية والدينية والإثنية، وتكون الدولة ضعيفة أمام التصدي لها خاصة إذا تم اختراق أجهزة الدولة بعناصر تملك السلاح ولا تخضع للقانون. طبعا يسعى الميثاق الوطني العراقي كما جاء في الندوة إلى بلورة منهجية راسخة في رفع الآثار التدميرية الطائفية التي سعت جهات ودول إقليمية إلى زرعها داخل المجتمع العراقي ولتحقيق غايات أساسية في إضعاف المجتمع العراقي ودفعه نحو الحروب الأهلية لا سامح الله وشحن الشارع نحو الكراهية والعنصرية. أضاف الميثاق الوطني العراقي بأن الفعاليات المجتمعية كافة مدعوة لبذل كل طاقاتها لغرض إظهار الوجه الحقيقي للشعب العراقي بجميع مكوناته، فهم صمامات الأمان ولا ينبغي السماح لتجار الطائفية في النجاح بمشاريعهم. سؤال، من أسس الطائفية في العراق؟ في فبراير شباط من عام 2016 قال نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي بأن السياسيين الذين جاءوا عقب الاحتلال هم من صنع الطائفية
في المجتمع العراقي. أضاف في ذلك الوقت في حديث تلفزيوني قال: كقيادات سياسية وأحزاب عندما جئنا إلى العراق جئنا قيادات بلا قاعدة أو شعبية، وحتى الانتخابات الأولى كانت بلا شعبية. تابع بهاء الأعرجي في 2016 قال: أخذنا نتكلم بالطائفية حتى نجذب، يقول بهاء الأعرجي، يقول بهاء الأعرجي يتحدث بالطائفية لعمل قاعدة، وذاك الآخر من القائمة الأخرى يعني يجذب طائفته ويقوم بتحشيدهم. يقول: أسسنا قاعدة طائفية، يقول: لقد أنشأنا قاعدة طائفية في العراق وهذا ما حصل. دعونا نتابع هذا التصريح الذي يعود إلى فبراير شباط من عام 2016 للقيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي، فلنتابع. نحن القيادات السياسية والأحزاب عندما جئنا إلى العراق جئنا قيادات بدون قاعدة، بالتالي أخذ من الائتلاف العراقي مثلا بهاء الأعرجي يتكلم بطائفية حتى يجذب، ذاك الآخر من القائمة الأخرى يجذب، وسويت قاعدة طائفية. بالضبط هذا اللي صار. هذا اللي صار. اعتراف صريح وواضح، وربما هذا الكلام يعني ليس بغريب على المجتمع العراقي، ولكنه تأكيد من قبل سياسيين منهم نائب رئيس الجمهورية الأسبق بهاء الأعرجي، أو نائب رئيس الوزراء عفوا الأسبق والقيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي. طبعا كلام مماثل في ذلك الوقت لنائب رئيس الجمهورية الأسبق إياد علاوي، والتي قال فيها، قال بأننا مسؤولون عما حدث في العراق بعد تغيير النظام، وأكد بأن العراقيين صاروا يترحمون على النظام السابق بسبب أداء الحكومات التي أحرقت العراقيين بنار الطائفية وبنار المحاصصة. هذا تصريح آخر يعود لعام 2016 لنائب رئيس الجمهورية الأسبق إياد علاوي. معنا أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، ما رأيك بما جاء في ندوة اليوم، ندوة الميثاق الوطني العراقي، وكانت بعنوان الطائفية في العراق وأثارها التدميرية على المجتمع العراقي؟ تفضل. الطائفية جابت أهداف من برا. نعم. واللي متنسى عليها إسرائيل، اللي متنسى عليها أمريكا، يعني هذا يهودي، ماكو يهودي، اليهودي يرتاح من مسلم يقتل مسلم. الطائفية شنو أبو الجنوب وشنو أبو الشمال وشنو أبو الوسط، كلها واحد. نعم. كلها واحد، أخف كلها كلها تقول لا إله إلا الله رسول الله. بس جات ناس من برا، ناس مأجورة، ناس ليول، أكو ناس قام ينطي فتوى هاد كذا يجي يقتل، والله هاد سمي يجي يقتل هاد شيء، وين شرف القرآن القدار السين؟ أكو عندك حد يقتل، أكو يطلع حشي، أكو لك تطلعها حد يقتل. أكو واحد متنهدي على من يقتل أهل الجنوب على صلاة، اتحاسب بذلك الوقت وحاسب القدار السين على هذا هاي الرساءة لأخونا من الجنوب. نعم، يعني ألا ترى بعد كل هذه السنوات ووعي المجتمع العراقي فشل الطائفيون؟ يعني ربما أصبح عدد قليل جدا ممن يستمع إلى خطاباتهم الطائفية، ألا ترى بأن الوعي في المجتمع العراقي ارتفع وازداد؟ سيد العزيز، نعم، فجر سيدنا على الهادي كان خلق الفتنة الطائفية. وانفجرت المأساة الإسرائيلية، ما قلت لك أبو العراقي فجر مقصد مال إمام شدد لسبب المستحيلات. نعم. وأكو ناس من برا، مو قلت لك الإمام سيدنا علي، سيدنا الحسين عليه السلام، سيدنا الحسين. نعم. بس هذول بريئين من عندهم. يعني هذن المراقد مخليها موقع، شو خلينا نقول يحتمي بيها. والله قلت لك أنا جيت والله زيارة سيدنا العباس. سيدنا العباس بليل من أبي الأشكالات الوسطى. نعم. نماذج قفوة تسوى الطائفية بين العراقيين والعراقيين، صارت كلهم لحمة واحدة وما قالوا شديناكم.
نعم. انت لو تشيك وتقيس من المناطق الغربيه قد ما خرج من الجنوب ومن الجنوب قد ما خرج من المناطق الغربيه ماكو فرق. نعم. بس جت ناس جايحه ذيول تابعه لاسرائيل تابعه لامريكا وتابعه لايران وتابعه كل الجهات الاذل تريد تخرب العراق وتريد تقسم القسم الوقت الانجليزي يقسم القسم. نعم شكرا شكرا لك أبو عبد الله من صلاح الدين كنت معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول ندوة الميثاق الوطني العراقي والتي كانت بعنوان الطائفية وأثارها التدميرية على المجتمع العراقي نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين ستبث على القمر تركسات 3A وفق التردد 12729 عمودي اعتباراً من الأول من حزيران المقبل لذا يمكن للمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات. القيادات السياسية والأحزاب عندما جئنا إلى العراق جئنا قيادات بدون قاعدة بالتالي أخذ من الائتلاف العراقي مثلا بها العرجي يتكلم بطائفية حتى يجذب ذاك الآخر من القائمة الأخرى يجذبها وسويت قاعدة طائفية بالضبط هذا اللي صار هذا اللي صار أهلا بكم من جديد. يعرف الميثاق الوطني العراقي نفسه ويقول بأنه في مرحلة مهمة جدا من مراحل تاريخ العراق المعاصر وبعد فشل النظام السياسي القائم منذ عام 2003 وإلى اليوم في إقامة دولة حديثة قوية قائمة على احترام الإنسان وحمايته وبناء قدراته ومؤسساته الوطنية وفق أسس متينة نابعة من خيارات الشعب ووفق المنظور الوطني والإقليمي والدولي قامت مجموعة من القوى والشخصيات الوطنية بإصدار الميثاق الوطني العراقي في الثالث من الشهر الثالث من عام 2019 في مدينة إسطنبول بعد مشاورات ولقاءات واجتماعات لمدة عامين في العراق وفي عدد من الدول. الميثاق هو وثيقة أساسية تحدد الملامح العامة والأطر الجامعة للقوى والأحزاب والتجمعات والشخصيات المستقلة وتعمل على طرح وجهة نظر متكاملة عن بناء نظام سياسي في العراق يعتمد على التداول السلمي للسلطة وعلى الانتخابات الحرة النزيهة ويلتزم بالتعددية السياسية دون إلغاء لأحد أو تهميش لأي مكون أو طيف أو جهة عراقية ويعتمد الوطنية معياراً للتعامل مع جميع أفراد الشعب العراقي دون النظر إلى دينهم أو أعراقهم أو مذاهبهم ويؤكد الميثاق على احترام الاتفاقات الدولية ويتعامل كشريك أساسي مع العالم وبما يعزز الأمن والسلام الدوليين ومواجهة الإرهاب والتطرف ويعمل على احترام حقوق الإنسان وعلى سيادة الدول والتبادل الاقتصادي الذي يحقق التعاون مع المجتمع الدولي. معنا من بغداد نور العبيدي الكاتبة والناشطة العراقية مرحبا بك معنا. الميثاق الوطني العراقي يعني يؤكد على معالجة آثار الطائفية والإرهاب التي تسببت بالكثير للمجتمع
العراقي. كيف ترين نور العبيدي توقيت هذه الندوة التي عقدها الميثاق الوطني العراقي بعنوان الطائفية وآثارها في المجتمع وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي، وعقدت في مدينة عراقية؟ نعم. أولا أهلا وسهلا بك متابعيكم الكرام. أهلا بك. ندوة الميثاق الثقافية أو الوطنية التي أقامت هي لندوة طائفية دخيلة على الشعب العراقي التي أوجدها الاحتلال ورسختها العملية السياسية لعنها النظام الإيراني لتنزيق الشعب العراقي وروح الفتنة والحرب الأهلية تمهيدا لتقسيم العراق. وما حدث اليوم في ندوة الميثاق التي تابعها الشعب العراقي فانحضر فيها جميع المكونات العراقية ومن ضمنها من هذه المحافظات من 18 محافظة، وهي حدث لأول مرة يحدث منذ احتلال العراق إلى يومنا هذا، يؤكد فيه أن الشعب العراقي أمام مرحلة جديدة من الوحدة وترتيب الأوراق، ولا سيما بعد أن وصلت العملية السياسية الطائفية إلى طريق مسدود وإلى فشل ذريع، وبالتالي خطوة الميثاق ستؤسس إلى بلورة بناء نظام سياسي جديد على أسس وطنية بعيدة عن يعني ربما يتساءل المواطن العراقي عن الميثاق الوطني العراقي وعن هذه الندوة، وأنت قلت بأن هذه الندوة يعني تقريبا مثلت كل أبناء المحافظات العراقية، هل تعتبر بأنها بديل للعملية السياسية في حال التغيير الشامل في العراق؟ أكيد أستاذ، لأن هي بما أنه هي جمعت جميع مكونات العراقية ومن كل المحافظات بعيد عن التعصب المذهبي والطائفي والدين والقومية، هي تجمع وبديل أساسي عن العملية السياسية الحاصلة التي تتصارع من أجلها مجرد خدم للإيرانيين وللاحتلال. نعم، يعني مجيء الميثاق الوطني العراقي بعد أو في أوج الوعي العراقي مع ثورة تشرين يمثل انعطافة ويمثل تغير ورؤية جديدة للعملية السياسية في العراق والإصرار على التغيير الشامل في العراق. نعم، الندوة تحدثت بأن الطائفية في العراق هي دخيلة وبأنها جاءت مع الاحتلال وبأنها جاءت مع الأحزاب السياسية. أنت كناشطة وككاتبة عراقية، كيف تلاحظين اليوم سير الأحزاب الطائفية التي اعتادت على الخطاب الطائفي في السابق وكانت ربما يعني تحقق شيئا عن اليوم، كيف يمكن المقارنة في رصيدها إذا تحدثنا عن خطابها الطائفي؟ حاليا في أوج الوقوع إلى الهاوية، وقد كتبنا كثير منها في مقالاتنا أن العملية السياسية وفي آخر مرحلة منها في الانتخابات الأخيرة التي لم تشكل إلى حد هذه اللحظة أساس أو وعي كامل للشعب العراقي أنها غير قادرة على إكمال عمليتها السياسية بسبب الصراعات والنزاعات الداخلية الحاصلة بين الأحزاب وأطرافها البديلة الأخرى. نعم، يعني في ظل الدعم الإقليمي والدولي للعملية السياسية اليوم في العراق بجوانبها يعني المظلمة وبكل الأرقام العالمية التي تؤكد على تراجع العراق في كل المقاييس، كيف تجدين حظوظ الميثاق الوطني العراقي، الأفكار، الأحزاب التي تنضوي تحت الميثاق الوطني العراقي؟ أليس الطريق صعب؟ هو بالبداية شيء أكيد صعب، وكل صعب راح يكون بعد ممكن بناء وعي، بناء شعب جديد يزعم ممكن هذا المجال
اللي راح يقدم الميثاق الوطني للشعب العراقي. مع العلم ان الميثاق العراقي غير مدعوم من كل الجهات، على العكس عكس الحكومة الحالية مدعومة من دول اقليمية ودول اجنبية وكثير دعم تلقى حتى من الأسلحة موجود لها دعم أساسي. لذا الطريق صعب أمام الميثاق، لكن بإذن الله ستحقق هذا الإنجاز ولو حتى خلنا في رصيدها من 10 سنوات، لكن ستحقق إن شاء الله. نعم أستاذة نور، يعني هل يمكن للأحزاب التي تعولت على الخطاب الطائفي أن تنجح مرة أخرى في استعارة الطائفية وأن تصعد على يعني ظهر هذه الطائفية مرة أخرى لتأجيج الطائفية في العراق بعد كل هذا الوعي الذي حصل في المجتمع العراقي؟ لا أظن ذلك، لأن الشعب العراقي حاليا في حركة وعي كبيرة جدا، وهذا الشيء ملموس كعراقيين وأني جزء منهم. نعم. أنا كعراقية وطالع أطلع للمجتمع العراقي وأعمل معاه تقارير أجد وألمس روح الوطنية وروح الوعي الموجود في أفكارهم. نعم. وإن كانوا فئات أو شرائح تعبت من هذه الأمور. نعم. حتى ولو كانت. نعم. من الشرائح الداعمة كانت سابقة للحكومة. نعم. غضت بصرها عن الدعم وأصبحت واعية بالكامل. نعم. وهذا شيء ملموس. أحد المتحدثين في الندوة قال بأن الطائفية هو كان آخر خط استخدمته القوى الدولية لإضعاف المجتمع الدولي. كيف يعني ترين اليوم سياسة أو موقف المجتمع الدولي من الطائفية في العراق وهي ما زالت تدعم العملية السياسية القائمة على المحاصصة والقائمة على يعني كل ما نشهده من فساد في هذه العملية؟ من هذا آخر رصيد لهم، هم يحاولون كل ما جالهم يأججون روح الطائفية والفتنة بين الشعب العراقي من كل الأقليات ومن كل الأديان والمذاهب، لكن هذا الشيء بدأ يتراجع لأن الشعب العراقي أصبح واعي وواعي بشكل كبير، وحتى لو كانت داعمة لهذا الهدف. لأن حركة تشرين الأخيرة أثبتت وبجدارة رغم ما أنه راح بيها شباب كثير. وخسرنا أرواح أجيال المستقبل. لكن أثبتت أن هم زرعوا الفتنة من أجل إنهار عملية سياسية فاشلة من البداية. لهذا خطهم أو كرتهم الأخير انتهى ورصيدهم في الحكم أيضا انتهى. لهذا نعم. شكرا لك نور العبيدي الكاتبة والناشطة العراقية، كانت معنا من العاصمة بغداد. معنا اتصال آخر من سارة جميل. سارة جميل مرحبا بك. نعم لم تجهز بعد سارة جميل. طبعا تؤكد وثيقة نعرف بالميثاق الوطني العراقي، تؤكد وثيقة الميثاق المعلنة أيضا على الآتي: أولا تثمين الجهود السابقة التي قامت بها القوى الوطنية في مراحل مختلفة لصياغة الملامح والأطر الجامعة للقوى المناهضة للاحتلال التي كانت محل نظر والإفادة منها في هذه الوثيقة، ولا سيما ميثاق التفاهم والعمل الوطني للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني في عام 2004 واللقاء التشاوري العراقي عام 2014 والورقة الأساسية للمشروع الوطني عام 2015. ثانيا بأن هذا الجهد لتيارات وشخصيات وطنية مختلفة ولا يتناقض مع خصوصيات كل جهة. ثالثا بأن هذه الوثيقة حلقة ضمن جهود وطنية أخرى سابقة ولاحقة في هذا السبيل. نعم معنا سارة جميل، تفضلي سارة جميل. اليوم نتحدث عن ندوة الميثاق الوطني العراقي والتي كانت بعنوان الطائفية وأثارها التدميرية في المجتمع العراقي، كيف ترين هذه الندوة وتوقيت هذه الندوة والتي عقدت في مدينة عراقية وهي أربيل؟ أهلا بك. الطائفية لم تكن موجودة بين أبناء الشعب العراقي،
أحزاب السلطة هم من سعوا لتقسيم الشعب وأحداث الطائفية السياسية اللي دعمتها إيران. طبعاً إحنا من كنا صغار قبل السقوط كنا العاملين من الشيعة معظم هم شيء موجود. اليوم الشباب العراق واعي جدا على خطر الطائفية وانتهى في العراق شعبيا وراح تنتهي سياسيا بالمستقبل. لأن الطائفية تشير في الحكم على جميع المستويات وهذا النظام أكيد زاعل. النظام الوطني أكيد هو اللي راح يكون بالمستقبل قيادة الشباب والجيل الجديد. نعم. يعني أنت ككاتبة وكناشطة عراقية كيف ترين وعي المواطن العراقي اليوم باتجاه الطائفية؟ يعني كم نعطي نسبة بالمئة من جميع المجتمع نعم العراقي؟ الشباب اليوم تقريبية. نعم الشباب اليوم واعي جدا. نعم. تقريبا نسبة 90% الوعي لدى الشباب. الجيل الجديد هو نفس الجيل القديم. نعم. وهذا الجيل هو أصلا ثائر ضد الطائفية لأن عانى من ويلات الحروب وعانى من ويلات الانفجارات والحرب الطائفية اللي شهدناها. نعم. هاي كلها يعني كلها طبت على الطائفية داخل الشباب. نعم. هم يردون تغيير ما يردون يرجعون للسنوات اللي يقعدون بها على قتل ودماء ورؤوس مقطعة بالشوارع. هذا العهد انتهى. نعم نعم شكرا لك الكاتبة والناشطة العراقية سارة جميل كنت معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن ندوة الميثاق الوطني العراقي التي عقدت اليوم في مدينة أربيل بعنوان الطائفية وأثارها التدميرية في المجتمع العراقي والحث على التعايش السلمي ونبذ الإرهاب والطائفية. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.